بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، أي أحد عنده حق يم أحد أو أحد ظالمة، بس أهم شيء يكون هذا الشيء حلال، يعني أنه مو أنا دا أفتري على أحد. اللي أسويه أجيب ورقة بيضة، قبل لا أكتب بيها أي شيء أشحن هذه الورقة. إحنا معلمين بعلم الطاقة، لما نصل علم الطاقة بالدين معلمين الأشياء اللي تشحن أي ورقة بالنجاح، اللي هي الصلاة على النبي والبسملة. فقبل لا أبدأ أكتب بهاي الورقة أشحنها ب 19 مرة الصلاة على النبي و 19 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة أقرأ عليها و 19 مرة الصلاة على النبي. بعدين أبلش بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب مرة واحدة اللهم صلي على سيدنا محمد آل سيدنا محمد على الورقة فوق، بعدين مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين أكتب سورة النصر 40 مرة. إذا ما كفت هاي الورقة أجيب ورقة ثانية، أهم شيء ما أكتب بالوجه الثاني مال الورقة. إذا كتبتوها صغيرة حتكفي بإذن الله. بعدين ورا ما كتبت 40 مرة سورة النصر أقرأ عليها 40 مرة سورة النصر، وأنفخ وأسد الورقة وأحطها وياي. أوعدكم بإذن الكريم رح يجي حقكم وين ما يكون، ورح تبشروني كالعادة بمسجاتكم الجميلة إن شاء الله.